السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سبورتس. نكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30. طبعا في البداية رحم الله شهداء النادي الأهلي في الذكرى 7، لن ننساكم أبدا في جنة الخلد إن شاء الله. أحداث عالمية كتيرة حصلت الأسبوع الماضي، أبرز الأحداث هي مباريات الكؤوس في إيطاليا. كلنا شفنا المفاجآت، روما بتخسر 7 وتخرج من بطولة الكاس، ومعها يوفنتوس اللي بيخسر من أتلانتا بثلاث أهداف مقابل الشيء، وأخيرا لاتسيو بيقصي فريق إنتر ميلان بضربات الجزاء بعد مباراة مثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي كأس إيطاليا هو الأقوى بين بطولات الكؤوس من حيث المفاجآت. في إنجلترا الشيء الكاس أمر طبيعي جدا، 4 بطولات بيلعبوا فيها، بطولة دوري، دوري أبطال، وبطولتين كاس، وبالتالي معظم الفرق بتركز على بطولتين هم الأكبر، هي الحصول على بطولة الدوري والحصول أو المنافسة على لقب دوري الأبطال، وبالتالي بيكون التركيز فيهم عالي جدا جدا جدا، وإعطاء الفرص للعيبة اللي مش بتشارك في البطولتين لبطولات الكاس سواء كاراباو كاب، كاس الرابطة، أو كاس الاتحاد الإنجليزي. هنروح لأسبانيا، وشفنا الأسبوع الماضي مباراة قوية جدا ما بين أشبيلية وبرشلونة، وبعد ما أشبيلية نجح إنه يفوز على برشلونة 2-0 في ملعبه، برشلونة يعاقب أشبيلية بستة أهداف مقابل هدف في مباراة فيها كل فنون كرة القدم، علشان إحنا كجمهور كرة قدم يشاء القدر إن إحنا نتفرج على 3 ماتشات ما بين برشلونة وريال مدريد في شهر بالظبط. القرعة اتحسمت صباح اليوم بوقوع فريق برشلونة أمام فريق ريال مدريد، وأول مباراة هتكون الأسبوع القادم، هتكون يوم 6/2 إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة 10 بتوقيت القاهرة. أما بعديها بأسبوعين هتكون مباراة العودة، بعديها بثلاث أربع أيام هتكون مباراة الثانية في بطولة الدوري اللي هتكون في ملعب سانتياغو برنابيو. جمهور كرة القدم أكيد متعطش وأكيد متشوق علشان يشوف القمة، إزاي ريال مدريد هيفقر لنفسه بعد الخماسية اللي تلقاها في ملعب الكامب نو، وإزاي برشلونة باللعيبة اللي محدش قادر يقف وسطها هتعمل إيه، وإزاي هتحافظ على اللقب ملك كأس أسبانيا في مباراة قوية جدا جدا جدا. كالعادة كل مشاهدي ومتابعي كرة القدم في كل مكان أكيد هيتفرجوا عليها. طبعا امبارح كان آخر يوم في الميركاتو الشتوي وغلق باب القيد. عايز أتكلم مع حضراتكم سريعا كده في دقيقتين ثلاثة على سر يعني عدم وجود أي صفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي. الميركاتو الشتوي الحالي مفيش فيه صفقات اللي عملت ضجة. في 4 أسباب عايز أقول لحضراتكم عليها من وجهة نظري، هم دول الأسباب اللي أدت إلى وجود أو عدم وجود صفقات في الميركاتو الشتوي بشكل قوي. عندنا استقرار الفرق الكبيرة، إن مفيش حد من الفرق الكبيرة عندها أي مشاكل حاليا. ريال مدريد بعد وجود سولاري أعتقد إن كل المشاكل انتهت، وبالتالي أيضا ريال مدريد بيدور على استثمارات أخرى وجلب أموال بطريقة أخرى في إنه يصرف على تجديد ملعبه اللي هيقوم بتجديد وتمويل الفترة القادمة علشان يزيد من السعة الجماهيرية، وبالتالي يزود بعض الأنشطة الترفيهية داخل الملعب، وبالتالي كل ده هيعود إليه باستثمارات مالية ضخمة جدا جدا، وبالتالي ريال مدريد بيوفر كل فلوسه في الفترة الحالية لملعب سانتياغو برنابيو. في نفس الوقت توتنهام أيضا من الفرق اللي بتوفر استثماراتها، وطبعا بالفعل جددت ملعب وايت هارت ليم واللي تكلف 1,200,000,000 استرليني، ودي من ضمن الاستثمارات الأخرى اللي الأندية العالمية بتدور ليها في الفترة الحالية. أيضا كمان سياسة اللعب المالي النظيف، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الاتنين عليهم بعض علامات الاستفهام وعليهم بعض العقوبات اللي ممكن يتوقع عليهم لو الاتنين خلفوا سياسة اللعب النظيف. الإيرادات والمصروفات لازم الاتنين يكونوا قد بعض، أو الإيرادات تكون أعلى من المصروفات، لكن المصروفات ما ينفعش تكون أبدا أعلى من الإيرادات، وبالتالي من هنا بيحصل سياسة اللعب المالي النظيف، إن بيكون في رابط على كل ما هو مصروف من إدارات الأندية. وباريس سان جيرمان
ومانشستر سيتي زي ما احنا عارفين بيضخوا اموال بطريقه كبيره جدا، وبالتالي عليهم السبوت لايت او عليهم مراقبه كبيره جدا من الاتحاد الاوروبي ومن الفيفا. ايضا بنتكلم على تضخم اسعار اللعيبه، كلنا شفنا اسعار اللعيبه عاليه جدا جدا جدا. المبالغ دلوقتي اقل صفقه ب 98 مليون يورو ومليون استرليني، وبالتالي كل الانديه علشان تتعاقد مع لاعب نجم في الفتره الحاليه لابد من استخدام مبلغ 100 وشويه مليون علشان تتعاقد مع لاعب، والوقت ده بيكون وقت حرج جدا للانديه لسه يا دوبك بتجمع من الاستثمارات والايرادات اللي بتخش لها سواء من عقود رعايه او من تيكتس وتذاكر للجمهور داخل الدوريات، وكمان كل الانديه بتستعد ايضا الى دوري ابطال اوروبا، وبالتالي تضخم اسعار اللعيبه زي ما شفنا في الصيف فيرجيل فان دايك على سبيل المثال بيتخطى ال 80 مليون، ايضا كيبا الحارس مرمى اتلتيك بلباو اللي بينتقل من اتلتيك بلباو وهو حارس غير دولي لعب فقط 3 مباريات دوليه انتقل بعديها الى نادي تشيلسي بمبلغ يتخطى ال 80 مليون ايضا، هو اغلى حارس مرمى في التاريخ. كل الارقام اللي حضراتكم بتسمعوها خلت كل الفرق بقى عندها حذر كبير جدا في التعاقد مع نجوم، وكله بقى يعني هيصبر للانتقالات الصيفية القادمة علشان يتعاقد مع اللعيبة اللي كلنا بنسمع عنها، لكن لحد دلوقتي خلاص الباب الانتقالات الشتوي اتقفل تماما، كله أخذ اللي هو عايزه في الفترة الحالية. وأفكر حضراتكم بحاجة أخيرة، إن معظم الانتقالات بنسبة 99% أو 98% هي انتقالات على سبيل الإعارة مع تفعيل خيار الشراء في الانتقالات الصيفية القادمة. هنروح لفاصل سريع وبعديها نرجع نكمل كل ما هو جديد في أحداث الكرة العالمية وورلد سبورتس، خليكم معنا.